رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات وأسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم العرفان والامتنان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على ما جاء في برقية سموها الكريمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس الذي تكرم بافتتاح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشارت معاليها إن ما تضمنته برقية سموها الكريمة من كلمات معبرة تعكس رؤية سموها الحكيمة ودعم سموها اللامحدود لدور المجلس النيابي في تعزيز مسيرة الديمقراطية التي أرساها حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، والتي رسخت وعززت دور المرأة البحرينية وفتحت أمامها آفاقا واسعة للمشاركة في نماء الوطن وتقدمه. وأضافت أن ما جاء في برقية سموها يشكل وساما للفخر والاعتزاز وحافزا لحمل المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل من أجل زيادة النجاحات والإنجازات لمملكة البحرين في شتى القطاعات، لا سيما للمرأة البحرينية التي تعيش أزهى عصورها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأكدت أن إنجازات ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله هي موضع فخر وتقدير للبحرين وشعبها، فتوجيهات سموها الرفيعة والجهود الحثيثة التي تبذل لتقدم المرأة وتعزيز دورها المجتمعي شكلت ولا تزال قصة نجاح بحرينية حضارية نتشرف دائما بأن تكون ضمن أولويات عملنا النيابي باعتبار نموذجا رائدا ومتميزا نرى دائما الإعجاب به والثناء عليه خلال مشاركاتنا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، داعية المولى العلي القدير أن يوفق سموها ويسدد على طريق الخير خطاها في كل ما فيه خير المملكة وللمرأة البحرينية التي تحمل لسموها كل مشاعر المحبة والتقدير.